اسبوع جديد وطلعت اسبوع جديده. طلعت الاسبوع ده اجمد سندوتش كبده وسجق في مصر. انا بموت في سندوتش الكبده والسجق، بموت فيها، وعملت طلعات لكل مطعم كبده وسجق الكبار تقريبا. فجي وقت المقارنه بقى، جبت العشرة الكبار وجبت منهم كلهم كبده وسجق، واللي بيبيع سكالانس جبت منه كمان عشان اشوف مين اجمد كبده وسجق وسكالانس في مصر كلها. فمن غير رغي كتير يلا بينا. نبدا باول واحد على طول وارخص واحد في الحلقه دي كلها، حبايب مدينه نصر. وطبعا لو انتم من سكان مدينه نصر، وخصوصا لو اندر ايج، الشاب الصغير الاندر ايج ده، تبقوا عارفين كويس قوي من حبايب مدينه نصر. هي عربيه كبده وسجق صغيره جدا في مدينه نصر، بس بيبقى عليها دايما امم، والساندوتش ب 6 جنيه. ده كده كبده وسجق ومخلل. ده ساندوتش الكبده، ده ساندوتش السجق. نفتح المخلل كده، نبدا بالكبده. اقول لكم الامانه، انا عمري ما جربت حبايب مدينه نصر الصراحه، والداخل من السعر خايف. 6 جنيه في اللي احنا فيه ده، ده سعر مش ريزونبل، يعني مش عادي. فداخل مقلق الصراحه، حتى على قلبي. بس لا، حلو قوي، مش وحش خالص. ساندوتش كبده متقطع معاه فلفل صغير، وكل الفكره بس ان هو حجمه صغير، انما عيب في الكبده او طعم وحش لا خالص، حلو قوي. سعر هم قد كده، وبالنسبه لسعره ده مبرر جدا جدا يعني. لا ريحه وحشه ولا تتبيله اوفر مبالغ فيها تشككك، لا خالص. نخش على السجق المفروم. ده مش احسن حاجه بقى. السجق مهري زيادة عن اللزوم، مطحون كده ومهروس، فطعمه كسجق مش واضح قوي، عامل زي اللحمه المفرومه اللي طعمها مش واضح قوي ومهروسه جامد كده. يبقى لو هروح حبايب مدينه نصر هضرب كبده مش سجق. خش على بعده. نخش على بعده بقى، سيد كبده. العنوان باين من اسمه، ترشي، طحينه، سلطه خضراء. سيد كبده جايب السندوتشات بقى في عيش بلدي مش عيش فينو، وسندوتشات غرقانه زيت من بره. ده الكبده الاسكندراني وده السجق. نبدأ بالكبدة. الرغيف مليان جدا، محمل جدا يعني. الكبدة شرايح كبيرة، مش متقطعة صغير تقطعة كبدة اسكندراني الصغيرة، لا شرايح كبيرة، حلوة قوي قوي. كرغيف كبدة شعبي هتتكيفه، بس مش اسكندراني. نجرب كده في الطحينة. كبدة متحمرة، معاها فلفل أخضر متقطع صغير، شرايح صغيرة، جامدة قوي. جامد ده يا عم سيد كبده. نخش على السجق. سجق مش مفروم، محطوط معاه طماطم وفلفل. لف الرغيف كده يا معلم. لا السجق عنده مش حلو. ليه؟ الفورمه بتاعته تعبانه، تحس ان هو سجق مفروم محطوط جوه السجق ده. السجق مطحون طحنه صعبه، تحس ان باكل اكل مفرول. عارفين الاحساس ده؟ لا سجق وحش، مش اللي هو مش قوي او يعدي، لا وحش. كبده هي اللي جامده قوي. فسيد كبده زيه زي حبايب مدينه نصر، لو هضرب من عنده هضرب كبده مش سجق، مع العلم ان هي كبده محمره مش كبده اسكندراني. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى، كبده اليكس او الفلاح بس بتاع القاهره، اللي ملوش اي علاقه بتاع اسكندريه. بتاع اسكندريه فرع واحد عشان تبقوا فاهمين، ملوش فروع تانيه. ده اسمه الفلاح اللي موجود في القاهره، ليه فروع كتير جدا، فسمى نفسه في الاخر كبراند كبده اليكس. ده سكالانس ملناش دعوه بيه، مخلل. اوه لا لا، برزنتيشن فل، شمعة منوره. كبده اليكس بيعمل اربع سندوتشات، كبده مشويه وسجق مشوي وكبده اسكندراني وسجق اسكندراني. فانا جبت الاربعه. نبدا بالكبده الاسكندراني. مبدئيا انا عاجبني قوي شكل الاوردر كباكجنج، يعني ده شكل سندوتش الكبده كده، فيه كبده اسكندراني وشرايح فلفل اخضر وبقدونس. وعاجبني قوي بقى القرون اللي جابوها دي، قرون الفلفل دي، يا حبيتهم. طيب في تعليقين او ثلاث تعليقات. البقدونس ده فاصلني جدا في النص، سندوتش الكبده ما بياكلش معاه البقدونس، هو مش كباب وكفته. الكبده بقى عندي عليها تعليقين. هي الصوص اللي فيها محتاج يزيد شويه، ان هي مش جافه بس يعني ما فيهاش جوس كتير، وتتبيلتها محتاجه تتظبط، لان مش ضارب في بقي طعم التتبيله، حاسس ان هي تيستلس يعني ملهاش طعم. هدوء التتبيله ده مع البقدونس مخليني احس ان انا باكل سندوتش بقدونس، فمش يعني مضايقاني الصراحه. طيب نخطف بقى على طول الكبده المشويه. سندوتش كبده مشويه في شرايح الكبده المشويه وبقدونس وزيتون اسود. نخش على الكبده المشويه، محطوط معاها بصل على الجريل وفلفل على الجريل، فطعمها مش يعني مش احسن حاجه بالنسبه لي الصراحه. مع الزيتون كمان حاسس ان انا خرجت بره فكره الكبده، مش حاسس ان في كبده ببقي. نخش على السجق المشوي. عباره عن سجق مشوي ومعاه شريحه طماطم وخيار مخلل وفي مستردة من جوه. نخش على السجق المشوي. مستردة الخيار المخلل العظمة، بس السجق نفسه مش حلو. هو ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا ما جيش ولا واحد سجق لغايه دلوقتي عجبني. مفروم زياده، عامل زي معجون الفراخ كده.
مش حلو. خش على سجق الاسكندراني ده شكله كده في كمية سجق محترمة مش صباعين زي التاني وقلب. انا كنت عارف ان هو نوع على فكرة نفس فرمة السجق فالفرق التتبيلة بس بين المشوي وبين الاسكندراني. السجق نفسه مش عاجبني. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى واحد من علامات الكبدة السجق في مصر زيزو نتانا. خلل ده الكبدة السجق اللي بيبيعهم ان هو بيبيع انواع كتير. نحطهم على جنب دلوقتي ونبدأ بالكبدة الاسكندراني. ده شكل سندوتش الكبده كده كبده اسكندراني عادي وغرقان طحينه بس حجمه دعدع قوي. بصوا الصباع فين وهو فين دعدع يعني. السندوتش غرقان طحينه زي ما انتوا شفتوا كده بس الكبده فيها مشكلتين ناشفه سنه وتتبيلتها ضعيفه قوي جافه كده. لما اقول ان قلت مش وحش. نخش على سجق اسكندراني ده شكل السندوتش كده. خش على الاسكندراني ده حلو قوي. سجق اسكندريه متبل طعمه جامد قوي وده اللي بقول عليه بقى غرقان جوس سايس كده وعسليه مش ماسك. جرب بقى المخلل بتاعهم مكيافه الاسكندريه ده عجبني قوي. نخش بقى على مشنكاح والله العظيم اسمه سجق مشنكاح. ده شكله كده وحاسس ان هو مش هيعجبني لان السندوتش فاضي خالص يعني هو زي ما انتوا شفتوا كده هو سجق بس ونضعه طحينه صغيره مفيش اي حاجه تاني. فهنشوف النص التاني ده فيه بقدونس. لا حلو ظلمتهم. حلو قوي كمان طحينه بس وسجق مقلي او واخد وش تحميره فرمته حلوه وتتبيلته حلوه. حلو ده برده. نخش على السجق التركي المفروم ده شكله وقوامه اقرب حاجه ليه البلوبيف. بص شبه البلوبيف ازاي. نخش على البلوبيف اللي عامل فيها سجق ده لا ده لا بلوبيف ولا سجق وحش قوي ده. نخش على السجق الشرقي ده شكله كده ده طعمه مش احسن حاجه كتتبيله يعني مش واو. خش على اخر حاجه من عند زيزو الكبده البانيه ده شكل الساندوتش كده كبده بانيه بالطحينه. نخش على البانيه الطحينه معاها كتيره فطعمها هي اللي طاغي مش حاسس قوي بطعم الكبده البانيه. خد حته كده من غير طحينه حلوه بس الاسكندراني احلى. خش على اللي بعده. نخش بقى على اللي بعده المحل اللي لازق في زيزو نتانا بابا عبده. ده شكل كبدة الاسكندراني كده العيش عليه من فوق سمسم رفيع قوي. ايوه فين ده ككبده جوسي اكتر كتير من زيزو نتانا بس بهاراتها عاليه قوي بقى زياده فمغطيه عليها لو انت يعني تحس ان تاكل سندوتش بهارات. كبده حلوه وجوسي وتقطع معاها شرايح فلفل وطماطم بسيط جوسي جدا عن زيزو وطعمها حلو بس هي بهاراتها زياده شويتين غير كده جامده جدا. نخش على الكبده البانيه ده شكله كده كبده بانيه وعليه طحينه. نخش على البانيه اعرف ناس كانت بتقول بانيه ده حلو قوي قوي. افتح المخلل كده البانيه ككراست معمول حلو قوي وكتتبيله حلوه قوي برده وسوى وطعم الكبده مع الكراست الخارجيه تحفه. حلو 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 ده عجبني قوي. Now I'm listening جامد قوي. نخش على السجق الاسكندراني ده شكله كده سجق اسكندراني بالتسبيكه الجامده بتاعته حلوه برده بس برده في نفس العيب ان التتبيله فيه عاليه قوي يعني البهارات كتير. في السجق الاسكندراني هو لذيذ ولا ازيزه. نخش على السجق الشرقي ده شكله كده كل سنه في 70 سجق وبالطحينه. نخش على الشرقي وحش قوي الحاجه بتعض كمان الفورمه بتاعته وحشه جدا. انا ما اعرفش ايه اللي حصل للسجق ببلدنا. ايه ده تحس ان هو دوبري فراخ كده والله ما بهرج معجون الفراخ ده اللي هو بيبقى دهون ودوبري وبتاع وحش قوي قوي. نخش على اخر حاجه السجق المفروم ده شكل الساندوتش كده ساندوتش بهارات بس مفيش طعم لحمه والله العظيم مفيش طعم لحمه. يا بابا عبده لو سمحت قلل التتبيله في كل سندوتشاتك. اجمد حاجه عند بابا عبده كبده البانيه بس دولي. نخش على اللي بعده بقى وطبعا لو انتم من سكان مدينه نصر هتبقوا عارفين ان هو علم من علامات الكبده سكان مدينه نصر ابو رامي. الراجل ده انا متربي عليه
يا سلام يا سلام. المدرسه والجامعه بقى والحركات 40 50 سندوتش كده وانت رايح جاي تغليف شياكه والله. الله يا عبد الله. مستر روكي ده شكل سندوتش الكبده الاسكندراني كده. خش على الاسكندراني. ادي قرن الفلفل ظهر في وشنا على طول. كبده حلوه قوي، متبله حلوه قوي، بس فيها عيب يتصلح بمنتهى السهوله، محتاجه تبقى جوسي شويه لان هي جافه سنه، بس غير كده تبقى فله. انما كسوه وتتبيله تحفه، حلوه قوي. ده شكل ساندوتش الكبده كده. دي كبده عاديه مش اسكندراني، لان الاسكندراني عنده بتبقى سبايسي، فدي العاديه اللي مش سبايسي. كبده مكعبات كده. الصراحه ولا اخفيكم سرا، مش احسن حاجه، جافه وتتبيلتها مش احسن حاجه، اوت. والساندوتش طبعا غرقان دسامه زايد جدا. طيب نخش على السجق الاسكندراني. ده شكل الساندوتش كده. نخش على السجق الاسكندراني. سجق حلو، مش شرايح طعمها كويس، عيبه الوحيد بس محتاجه تتبيله زيت سيكا، تتبيله بس. نخش على سجق المفروم. ده شكل السجق المفروم كده. خش على المفروم. مش هاخد قطمه تاني خلاص. نخش على لحظه بس نسنده عشان يعني فتح من بعضه. نخش على السجق الشرقي. ده شكل الساندوتش كده. خش على السجق الشرقي. سندوتشات غرقانه دسامه. قلبت زي ناديه الجندي. تتبيله السجق تعبانه قوي، وحشه قوي، تحس ان هي ايه يعني واخده طابع محروقي كده، والله العظيم ما عارف اوصفها. لا لا حاطين معاه بصل وطماطم، بس مش هو مضايقني ولا مضايقني قوام السجق نفسه، قوامه عادي، بس تتبيله صعبه قوي قوي قوي. فلا اجمل حاجه عند برومي هي الكبده بس. خش على بعده. نخش على اللي بعده بقى، مطعم اسكندراني. اظن الجواب باين من عنوانه. دول ثلاث سندوتشات كبار، واحد كبده واثنين سجق، كل سجق فيهم طريقه مختلفه، وده الكبده والسجق الحجم العادي زي بقيتهم كلهم، بس انا جبت من كل المحلات كل الكبده والسجق اللي بيعملوها زي ما انتم شفتوا كده. ده شكل الكبده الاسكندراني والسجق الاسكندراني الصغيرين. جايبين معاهم قرون فلفل متقطع وليمون. نبدا بالكبده. كبده جافه قوي قوي، جافه جافه يعني هي الديفينيشن اوف جفافان، وتتبيلتها مش احسن حاجه خالص. لا مش عجباني الكبده. خش على صدق. بس كده في المنيو صدق، صدق اسكندراني مش حلو برضو. اي نعم جوسي مش زي الكبده، بس تتبيلته مش احسن حاجه خالص، وطعمه كسجق كمان مش عاجبني. الاثنين اوت. هم عاملين بقى سندوتش كبده تاني، بس اسمه سندوتشات الايه المعموريات او المعموره اللي هي يعني الكبيره، يمكن هي الامل فيها، بس طبعا دي اغلى كتير بقى. كبده اسكندراني ده حاجه تانيه خالص. ده شكله كده. في عيش فينو كبير. خش على الكبده. مفيش طلعه ما تلسعش، ما ينفعش. نفس الذات نفس، بس ده كبير، فمش هضرب قطمه تاني، ومش ظالمه يعني خلاص. نخش على السجق الاسكندراني بالطحينه كبير، هو اسمه كده في المنيو. شكله كده برضه. في عيش فينو كبير. خش على السجق. هو نفسه بس على كبير برضه. اخر واحد، اخر نيه ده بقى، بيقول لك بالمايونيز والباربيكيو. سجق سجق يا بيه. نفسي افرح بيك يا ابني. ده شكله كده. يا ترى يا هل ترى، هل هناك امل سيدتي نسيت سيدتي؟ ولا عمر. خش على بعده. نخش بقى على واحد من علامات الكبده في مصر، عز المنوفي. ده سندوتش اللحمه الجديد، ملوش دعوه بالمقارنه، هجربه بالمره كده. الله يا عبد الله. الباكجنج ده فكركم بمين؟ صح، كبده أليكس. نبدا بالكبده الاسكندراني. ده شكله كده. وحطوني في العشاء فيلو اللي بسمسم ده. العيش تحفه تحفه، يمكن احلى عيش جه في الحلقه لغايه دلوقتي.
بس الكبده توابلها هاديه قوي، يعني يكاد تكون مش موجوده. جفه سنه توابلها ضعيفه قوي. نخش على السجق الاسكندراني، ده شكله كده. حطيت معاه قرون فلفل حامي. حلو. لما وصلت لقرون الفلفل بقى حلو، قبليها كانت تتبيلته قليله برضو. جامد قوي. حرش كده. اه بالمناسبه ده السجق المدخن. نخش بقى على السجق الاسكندراني، ده شكله كده. ده حلو قوي. فرمه وتتبيله وبتاع، حلو جدا. في سنه سبايسي جامده برضو. خش على السجق المفروم بقى، ده شكله كده. لا طبعا الاسكندراني احلى منه كتير، تعمله كتير قوي برضو. خش بقى حاجه بره المقارنه، ساندوتش اللحمه الجديد اللي عاملينه، ساندوتش شرايح لحمه، ده شكله كده. بالمره بقى نجربه ما دام جبنا عز المنوفي. ساندوتش شرايح لحمه طعمها حلو قوي، يزودوا الجوس بتاعتها سنه صغيره بس هتبقى بوم، وطعمها اقرب حاجه لشرايح الشاورما كده. حلو قوي. خش على بعضه. نخش على اللي بعده بقى، وعلم من اعلام مصر في الكبده والسجق برضو، كامبا. كيفت قوي عندهم في الطلعه بتاعتهم، باكجنج محترم قوي برضو. نبدا بالكبده الاسكندراني، ده شكل الساندوتش كده، تقطع معاه فلفل حامي برضو. حلو قوي. كبده حلوه بس فيها حتت صغيره جافه، والتتبيله بتاعتها هاديه قوي. خش على السجق الاسكندراني، ده شكله كده. لا افتكر في طلعتهم كان المدخن احلى من كده، المدخن مش عاجبني اول مره دي، تتبيلته غريبه شويه. نخش على السجق المفروم كهربا، اسمه كده سجق مفروم كهربا، ده شكله كده. تقطع معاه قرون فلفل برضو. في ايه؟ لا مش حلو. سجق جاف وتتبيلته يعني تكاد تكون مش موجوده، فمش حلو. لا خش على السجق الشرقي، ده شكله كده، تقطع معاه فلفل وطماطم. ادي اليوم الاسود. انا ملاحظ حاجه غريبه قوي، ان السجق اتضرب في كل مطاعم مصر، ليه ما اعرفش. اللي حصل للسجق بتاع بلدنا ما اعرفش. ده المطعم الكام ده؟ تسع. السجق ايه ده؟ لا فرمه وحشه وتتبيله وحشه. أنا نجم النهارده مش راكب. خش على السجق المشوي بين قوسين كامبا، ده شكله كده. برضه أنا عملت حاجة في منتهى الغباء اللي في الدنيا، أنا كبرت أوي بالمقارنة، يعني جبت من كل واحد كل الأنواع، فالمقارنة وسعت وزاطت كده وتعبت. الموضوع مهلك، بس إحنا قدها إن شاء الله. وحش قوي، معاه طماطم وفلفل، بس السجق جاف جدا، معرفش الكاميرا هتجيبه ولا لأ، ما أعتقدش هتجيبه، بصوا كده. جاف يعني صعب صعب صعب. ده يوم اكحل. خش على اخر واحد، كبده مشويه، ده شكل الساندوتش كده. حلوه بس جافه قوي. ماشي خش على اللي بعده، اخر واحد. خش على اخر واحد معانا النهارده بقى، يوكل. الانتخه حلوه ومفيش كلام، بس الاكل ده وصل لك عن طريق احد شركائنا من شركات التوصيل، ولا يقارن باللي طالع سخن وطازه في الفرن. انا طول عمري بقول كده يا عم يوكل والله. عايز تجرب يوكل بجد؟ يبقى تيجي تستلم الطلب بتاعك تسليم ايد، وتقعد على صندوق الكازوزه وتسمع عدويه زي اخواتك. شغل اساتك. بما ان عم يوكل فكرني، عايز اقول لكم على حاجه مهمه قوي. كل المطاعم اللي جت دي بلا استثناء، لو تجربوا في المطعم هيبقى الموضوع احلى من كده اربع خمس مرات، عشان بس ايه نكون منصفين وعادلين. بس هي المقارنات كده غصب عني، علشان كده انا دايما بحرص ان اعمل طلعاتي من المطعم، ما اطلبوش في البيت، انما عشان نعمل مقارنه غصب عني مش عارف اروح 10 مطاعم. فبرضه للامانه قدام ربنا، اي واحد من ال 10 مطاعم دول لو جربته هناك هيبقى احلى من دلوقتي خمس ست مرات على الاقل. شوف بقى ايه يعني شغل الاساتك. طلع بس السكرانس كده، يا عيني يا رب، لا اله الا الله. الفقيد جاله السل امتى؟ ايه ده؟ ده سندوتش سكلانس؟ يا حزن يا اما. حول ولا قوة الا بالله. والله عايز يعني ده صابونة ايد حضرتك، ممكن تبقى صابونة. طب خليه هاجي لك والله. لا لا طب استنى يكبر ده ولا ايه؟ خليك انا حبيبي. يوكل عندهم ثلاث سندوتشات حادق، كبده اسكندراني وسجق مشوي وسجق لوكس متسبك. نبدا بالكبده الاسكندراني، ده شكل العلبه بتاعتهم كده.
وده الكبده الاسكندراني. طبعا هو الساندوتش يعني حجمه عجيب الصراحه. بص ادي صباعه اهو وادي الساندوتش. حاجه يحزني ياما خالص يعني. حلو مش وحش بس الكبده جافه سنه ناقصه جوس يعني محتاجه تتحقق اكتر من كده شويه. فالسعر ده مش مبرر خالص بالنسبه لي الصراحه يعني. الحجم ده بالسعر ده ملوش اي مبرر عندي الصراحه. اخش على السجق المشوي ده شكله كده حاطين معاه من جوه بصل مكرمل. انت تبله حادق قوي السجق كسجق طعمه مش حلو برده. خش على السجق اللوكس المسبك ده شكله كده. بصوا انا هوريكم حاجه صغيره كده. بصوا الهنا اللي انا فيه. بصوا انا يملي ازاي مستنينا اخلص. رفع لي رجله في السقف. امال ايه حزن. هو التاتش المستر ده هو اللي ظبطه. حلو قوي المسبك ده. السجق لوكس مسبك ده حلو قوي. بصل وطماطم وتاتش مسترد بسيط كده طعمه حلو قوي. كده خلصنا الحادق. نخش في السكرانس بقى اللي من العشر مطاعم دول في المنيو بتاعه سكرانس جبته. هنقارنهم برده ببعض عشان نشوف من اجمل سكرانس في مصر بالمره. نبدا بيوكل. لا حول ولا قوه الا بالله. ده شكله كده قشطه وحلاوه وعسل. شفا ودوا دلوقتي بقى بعد اكله السجق الحرشه دي. 10 مطاعم يا مؤمن. خش بقى الحلو ده يهدي على قلبك كده وعلى مروحك. طبطب عليك. الميكس حلو قوي وهادي قوي وماشي مع بعض متناغم جدا ولقمه العيش تحفه. حلو قوي ده. نخش على السكرانس اللي بعده. نرجع بقى لكبده اليكس تاني ونشوف السكرانس بتاعهم. لو في اخواننا من الدول العربيه مش عارف يعني ايه سكرانس. السكرانس ده بيبقى قشطه وحلاوه ومربى. ده شكله كده. خش على كبده اليكس. حلوه قوي قوي. واللي منوره بقى المربى دي مربى فراوله. جامد قوي. حلاوه حنيه طعمها حلو قوي قشطه بكميه محترمه. دلع وجميله مع مزازه مربى القشطه بقى. ميكس حلو قوي. خش على اللي بعده. سكرانس عز المنوفي. شوف يا بيه المنظر. شوف طبعا ده منظر يقشعره الاول. ايه قول كده ولا الجبين. صح هو الجبين. انا عاي الجبين زي ما بقول لك كده. قشطه حلاوه مربى برده. وسبحان الله بقى في حاجه غريبه جدا كلهم نفس المكونات بس الطعم بيختلف. ما تفهمش ازاي الصنعه بتختلف النفس بيختلف. مش فاهم. زي الكشري مثلا. ما هو كل مطاعم الكشري اللي في مصر كلهم نفس المكونات وما فيش واحد طعمه زي التاني. شيء عجيب. حلو برده بس سكره تقيل قوي فبزياده يعني. ولو بتحب السكر جازع بقى. خش على اللي بعده. سكرانس زيزو نتانا. نصين سكرانس محترمين. لا لا الزربطه دي مريطه. دي حرب كرموز. ده شكله كده. امسكك منين بس. نخش على زيزو. وطبعا نتانا ده ده كان الافيه اللي قاله عادل امام ان هو الراجل اسمه مطعم زيزو. واحده كمان كده بالمجير السكر. اكتر طعم طاغي في الثلاثه الحلاوه الطحينيه. فده انا رشحه لو بتحب الحلاوه قوي هتتكيف. كسكرانس مش هيكيفك قوي لان سكرانس المفروض بيبقى الثلاثه طعمهم مع بعض يعني بيخدموا على بعض. هو الحلاوه اكتر حاجه طاغيه. لو بتحب الحلاوه هتهيص. نخش على جارهم بابا عبده. برده نفس الباكجينج بس العيش مختلف وغالبا نفس الحاجه برده. مش عارف احس ان بدايه انمل كده. والله انا اجي طالعه من دول هغطس مش هطب. ده شكله كده. نخش على بابا. جامد جدا برده جدا جدا. وطعم المربى واضح وطعم القشطه واضح. لا جامد قوي. بس اكتر حاجه طاغيه المربى مش الحلاوه زي زيزو. شوف انت بتحبه ايه اكتر بقى. خش على بعضه. ان المنظر نفسه خوفني. قلقني كده. ابو رامي يا سنه سودا. شوف يا بيه المنظر. مبدئيا كده دي اكتر كميه قشطه شفتها لغايه دلوقتي. متروس قشطه. ما اعرفش بقى ايه المربى دي. مش عارف هتبقى مربى ايه. ربنا يستر عليا والله ما جيش اطب في طلعه من دول. مربى ايه دي؟ مربى التين يا ابن اللعيبه. ابو رامي صويع قدام والله قدام صويع. حلو بس تقيل قوي قوي. مليان سكر ومتروس قشطه فكسر السكر فعامل بالانس بقى صايع ونادي اللعيبه. بس اوفرول تقيل جدا جدا وحلو قوي 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 قوي. خش على بعض. اخر واحد بقى عشان خلاص. انا قلت هعمل طلعه خفيفه كبده وسجق كده عشان انا راجل واطي صدقيني. انا داخل الطلعه دي وعارف ان كامبا هو اللي هيكسب. هل هيكسب ولا لا؟ هذا هو السؤال سيداتي انا سيدي سيداتي. بس في كل الطلعات اللي عملتها قبل كده لما تعمل كبده ما شفتش سكرانس زي بتاع كامبا الصراحه. ادينا بنقارن اهو وهنشوف. ده شكله كده.
قشطه وحلاوه وعسل ابيض وبحط لك شريحتين تفاح. ولاد لعيبه. واللي ضرب الساعه في الف بقى حته التفاح دي موديها في حته 10. جامد قوي قوي. تعالوا لكم الخلاصه. شايفين بقى الطالعه الطويله الكبيره العريضه دي؟ خلاصتها في البرشامه دي. خلاويص خلاويص اقول لكم بقى الخلاصه. بص بقى يا سيدي، احنا جبنا النهارده كبده محمره، كبده اسكندراني، سجق اسكندراني، سجق مسبك، سجق مشوي، وسجق مفروم، وسكالونز. دي كده كل الانواع اللي قررناها النهارده. السجق المفروم خرج بره المقرر انه كلهم كانوا وحشين. كبده المحمره سيد كبده كان عامل كبده محمره حوار، رغيف كبده محمره حوار. الكبده الاسكندراني بقى اجمد اتنين ابو رامي وبعد كده عز المنوفي. بس السجق الاسكندراني اللي هو بمعنى اخر سجق مدخن اللي هو بيبقى مدور ومقطع ده شرايح، اجمد واحد في الطلعه كلها زيزو. السجق المسبك اللي هو بيبقى بصل وطماطم، اجمد اتنين عز المنوفي ويوكل، تحفه الاثنين. السجق المشوي زيزو نتان، والسكالانس كامبا ابرامي وكبده اليكس. ودي كده خلاصه الخلاصه. بس كده هي كانت طلعت الاسبوع ده. عجبتكم الطلعه سلك الامر لو عشان سبسكرايب سمحتوا على سبسكرايب فعلوا الجرس كل حاجه نزلوها البول. هذا الاسبوع الجاي ان شاء الله، اسبوع جديد وطلعه جديده. اشوفكم على خير. يلا سلام.